نجد عبادات التابعين كبيرة جدا، قد تكون أكبر من عبادة الصحابة. هل أغلب الآثار الواردة في هذا الباب ضعيفة؟ نعم ضعيفة، وننوه على أن كتاب سير أعلام النبلاء قد أتى بأشياء في هذا الصدد لا سند لها. كان يقول كان فلان يصلي ألف ركعة، كان فلان يصلي الفجر بضوء شيء كم سنة، كل هذا من التخاريف المخالفة للسنة والتي ليس لها أسانيد رحمك الله.